الموجز الاقتصادي من قناة الرافدين، أهلا بكم. أقرت وزارة الزراعة باستمرار ارتفاع الأسعار في الأسواق العراقية رغم فتح باب الاستيراد بشكل مؤقت. وقال رئيس قسم التسويق ومراقبة الأسعار في الوزارة هادي هاشم الياسري إن الحكومة فتحت باب الاستيراد وألغت إجازات الاستيراد لثلاثة أشهر، إلا أن الأسعار ما زالت مرتفعة، لافتا إلى أن الأمر لا يتعلق بمنع الاستيراد فحسب، وإنما هناك أسباب أخرى أبرزها من وصفهم بالطارئين على العمل التجاري والمتلاعبين بقوت الفقراء والحاجة الكبيرة لبعض المنتجات الزراعية في الأسواق. أكد فلاحون ومزارعون عراقيون أن غياب الدعم الحكومي تسبب بأوضاع صعبة ومرهقة جدا للفلاحين، فلا يوجد ماء ولا أسمدة ولا أي أمور مساعدة ومشجعة على الاستمرار بالإنتاج. وأشاروا إلى أن موضوع فتح الاستيراد يؤثر بشكل كبير على ما ينتج محليا، ليس فقط القطاع الزراعي بل في كل المجالات الأخرى، وكان الأولى بالحكومة أن توفر الدعم اللازم للفلاح بدل الاعتماد على المستورد. وكشف عاملون في القطاع الزراعي أن العديد من الفلاحين اضطروا إلى ترك مزارعهم وأراضيهم بسبب الإهمال الحكومي، خاصة في ظل ارتفاع أسعار الأسمدة التي كانت توفر سابقا مجانا أو بأسعار رمزية. حذر خبراء اقتصاديون من تشريع مجلس النواب لقانون الأمن الغذائي المرسل من قبل الحكومة، وقال الخبراء إن إصرار الحكومة على تمرير قانون الأمن الغذائي هو أحد أبواب الفساد، خاصة وأنه تم رصد مبلغ 24 تريليون دينار عراقي لهذا الباب، بينما ما هو مقرر في مسودة الموازنة لعام 2022 لا يتجاوز 5 تريليون دينار. وبيّنوا أنه على الحكومة تمرير الموازنة العامة وغلق أبواب الفساد، لأن إقرار قانون الأمن الغذائي هو نذير بتعطيل الموازنة العامة لعام 2022 وعدم تمريرها. أظهرت بيانات شهرية لصندوق النقد العربي ارتفاعا في معدلات التضخم بالدول العربية لشهر نيسان الحالي. ووفقا للصندوق، فإن مستويات ارتفاع التضخم تعود إلى تأثير الزيادة في مستويات الطلب الكلي ورفع معدلات ضرائب الاستهلاك في بعض الدول العربية، والأثر الناتج عن انخفاض قيمة بعض العملات العربية مقابل العملات الرئيسة. هذا وسجل متوسط معدل التضخم للدول العربية نحو 7.5% في عام 2022 مقارنة مع 5.7% في عام 2021. أكدت منظمة البلدان المصدرة للبترول أوبك عدم وجود توجه لزيادة الإنتاج في وقت قفزت فيها أسعار نفط برنت وسط توقعات بوصوله إلى 120 دولارا نتيجة الغزو الروسي لأوكرانيا. وقالت المنظمة إن سعر خام برنت القياسي العالمي بلغ في المتوسط 98 دولارا للبرميل في الربع الأول بارتفاع 18 دولارا تقريبا عن الأشهر الثلاثة من عام 2021. وأشارت أوبك إلى أن الارتفاع في أسعار النفط يعود للتوتر الجيوسياسي المتصاعد والمخاوف من أن يؤدي ذلك إلى نقص كبير في إمدادات النفط العالمية. والآن إلى أسعار العملات الأجنبية وأسعار المعادن.
ختام موجز بأمان الله.